السلام عليكم إخواني أخواتي، نتمنى تكونوا بأتم صحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. نزولا تحت طلبكم، أنا درت لكم خبز بالخميرة البلدية اللي حضرتها معكم في الفيديو السابق. فكنصائح اللي نعطيكم بالنسبة للأشخاص اللي سألوني على كيفية الاحتفاظ بالخميرة البلدية، فبالنسبة لطريقة الاحتفاظ، فبعد ما كتبقى لكم القليل من الخميره في الاناء، نفس الاناء كنحتفظوا به، كنديروا ليها عمليه تطعيم من جديد، كنضيفوا ليها الدقيق المفضل عندكم مع القليل من الماء، كنخليوها واحد المده ديال 24 ساعه حتى كتفاعل لينا. بعد ذلك كندخلوها للثلاجه، في حين الاستعمال ديالها كنخرجوها من الثلاجه، كنقوموا ايضا بعمليه تفعيل، كننشطوا هذيك البكتيريا اللي كتكون عندنا في الخميره، فكنطعموها مره اخرى من جديد، وبعد ذلك كنخليوها دائما 24 ساعه، وبعد ذلك كنشتغلوا بها يعني عادي. هنا فقط كنصائح اللي عطيتكم على طريقه استخدام الخميره البلديه، يعني دائما كنحاولوا نقوموا بنفس العمليه باش تبقى عندنا التفاعل. ونمروا الان باش نشوفوا المقادير. فبالنسبه للمقادير، فغادي ناخذ 3 الكؤوس ديال الميكس المنزلي، راه سبق لي وحضرته معكم فيديو سابق، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. ايضا غادي نحتاجو كاس من الشوفان، سنحتاج ايضا لملعقتان كبار من السرغو، وايضا غادي نحتاجو ملعقتان كبار من دقيق الدخن او ايلان، وملعقتان كبار من نشا البطاطس. سنحتاج ايضا لملعقتان كبار من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من خل التفاح أو الخل الأبيض، وملعقة كبيرة من دبس التمر، يمكن تعويضها بالعسل. هنا عندنا ملعقة كبيرة من قشور البسيليوم اللي ذوبناها في كأس من الماء الدافئ، وكتصير على هذا الشكل هذا. فالبسيليوم غني عن التعريف، غادي نعرفوا الفوائد ديالو مع بعض، ولا ما عندكمش غادي تعوضوه بلاغوم دو غواغ. فهنا بالنسبة للأشخاص اللي ما كيعرفوش الشكل ديال بذور البسيليوم، فكتكون على هذا الشكل هذا، وكل واحد شنو كيسميوها، كنسميوها أيضا ببذور القطونة، كاين اللي كيسميها أيضا بنبات لسان الحمل، وأيضا عندها واحد الاسم آخر اللي هو متداول باسم إسباغول. بالنسبة للفوائد ديالو، فهي لا تعد ولا تحصى. مثلا حنايا كسيلياكيين عندنا مشاكل ديال الجهاز الهضمي، فهاد القشور بسيليوم كتعمل كملين لعلاج الامساك مثلا. وبالنسبة ايضا للاشخاص اللي عندهم الاسهال، فهو كيمتص هذوك السوائل اللي كيكونوا في الجسم، وما كيخليناش نوقعوا في حالة اسهال. ايضا كيحافظ لنا على صحة القلب، وكيعدل مستويات السكري في الدم. هنا ان شاء الله غادي ندخلوا هذا البسيليوم في الخبز ديالنا، لانه كيعطيه واحد التماسك عجيب وما كيخليش يتفتت، بالنسبه لنا الا ما استعملناش الدقيق المصنع، لانه مجرد ما كنخليوه يذوب في الماء فكينتج عنه واحد الماده جيلاتينيه، كيولي بحال جيلاتين او ماده هلاميه، وهذا الشيء كيكون نتيجه لذوبان الالياف. بدون اطاله نبدا الوصفه على بركه الله. ولا ننسى اننا غادي نحتاجو القليل من الملح، انا دائما وليت كنستعمل ملح الهيمالايا باش نزيد الفوائد للخبز ديالي، وعندنا الماء الدافئ. فغادي ناخذ انية العمل، وسنضيف لها جميع انواع الدقيق اللي هي الشوفان، دقيق السرغو، ودقيق الميكس المنزلي اللي كيتكون من دقيق الارز الابيض والنشا، غنضيف ايضا نشا البطاطس، نضيف خل التفاح، دبس التمر الذي يمكن تعويضه بعسل النحل. وهنايا كما لاحظتوا تكونت لنا واحد الماده هلاميه او جيلاتينيه، هذا الشيء ناتج عن ذوبان قشور البسيليوم كما قلت لكم في الماء، وكينتج عندها هذا الشكل هذا. غادي نحاولوا ندخلوا هذه المكونات في الدقيق اللي عندنا، وبعد ذلك غادي ناخذوا طبعا الخميره البلديه اللي حضرت معكم، غادي نضيفوا تقريبا، ما نقولش لكم غنضيفوا جميع الكميه، ولكن غادي نضيفوا الكميه ونخليوا فقط ربع المقدار، باش هو اللي غادي نستعملوه مره اخرى الا بغينا نحضروا الخميره البلديه. هنايا كنحاولوا نعجنوا العجين ديالنا جيدا، وحنا كنضيفوا في الماء الدافئ، ونحاول دلك العجين جيدا وادخال الماء في النواشف حتى الحصول على عجين يلتصق بالايدي. هذا العجين هذا ضروري ما نضيفوا ليه الماء جيدا حتى كيتشرب لنا بالكامل، وما كنحسوش انه مازال خاصو الماء، لاننا كما كنعرفوا باننا هنايا ما درناش الدقيق المصنع، درنا انواع ديال الدقيق اللي النوعيه ديالها كتشرب الماء،
نشا، درنا الأرز، درنا الشوفان، درنا البسيليوم. أيضا البسيليوم كيتشرب الماء، يعني كيحتاج الماء في العجين، كيكون هذا هو القوام ديال العجين كما لاحظتوا، لأننا مازال غادي نتركوا العجين ديالنا يتشرب، وغادي نغطيوه، غادي نخليوه يختمر واحد المدة ديال ثلث ساعة. وبعد ذلك مرة أخرى كما لاحظتوا بعد ما اختمر لنا العجين واحد 20 دقيقة، كنحاولوا من جديد نفرغوا منه الهواء. هنا لقيت بأنه جف قليلا، فضفت ليه المزيد من الماء الدافئ، زاد تفاعل ديال العجين، وغادي نخليه يختمر للمرة الثانية. نحاولوا نغطيوه جيدا. وهنايا كما كتلاحظوا خليت العجين ديالي واحد المدة ديال 12 ساعة، لأن خدمنا فقط بالخميرة البلدية، فكيحتاج واحد المدة أطول في التخمير عكس استعمال الخميرة الكيماوية التي تباع في الأسواق. هنايا كما لاحظتوا بعد مرور 12 ساعة كانت اختمرت لي العجين، ديغازيتها أو فرغتها من الهواء، وضفت لها ملح الهيمالايا. نسيت ما قلت لكم بأن الملح كنضيفوها تل بعد مرور 12 ساعة، كنضيفو ملح الهيمالايا اللي ذوبتو في القليل من الماء. أنا علاش ضفت الملح حتى الأخير؟ باش ما نزعش التفاعل ديال الخميرة البلدية، ونخلي العجين ديالي باش يختمر ليا جيدا. من بعد هنايا كنشكلو كويرات حسب الحجم المرغوب فيه، دائما كنوضعو اليد ديالنا في الزيت لتفادي الالتصاق، وكنشكلو كويرات بهذا الشكل ونصففها في آنية الفرن، ونقدروا حنايا نرشوها بالبودور المتوفرة عندنا، كيبقى فقط للتزيين. ما كنحاولوش نبسطوا الكويرات ديالنا، كنخليوها في نفس الحجم، وندخلوها لفرن مسخن مسبقا على درجة 200 حتى كتنضج لينا. وهنايا كما لاحظتوا درت هنايا خبز البطبوط او خبز المقلات، ايضا غادي نجربوا معكم باش تشوفوا النتيجة ديالو في المقلات وفي الفرن. فهنايا كما كتلاحظوا كنخدموا بالطريقة العادية، راه كاين تافخ ما شاء الله، كيجي رائع جدا. انا كندير كل واحدة على حدة. انا خليت هذاك ورق المطبخ فقط باش ما نتفاداش تشقق لي العجين ديالي، فقط كتماسك كنزعو، لان كما لاحظتوا حاولت العجين ديالي ما نقصحوش، كان رخو نوعا ما. هنايا كيكونوا هادو هما خبز المقلات او البطبوط اللي حضرنا فقط بالخميرة البلدية، وصحي كما كتلاحظوا كومبلي، درنا فيه مجموعة من انواع الدقيق الصحية بالنسبة للاشخاص اللي كيحبوا مثل هذه الوصفات، وكيجي ما شاء الله رطب. وكما كتلاحظوا العجينة راه مدلوكة جيدا، وما كتحسوش بالفرق بانكم استخدمتوا الخميرة البلدية، فكتضيفوا ما شاء الله مجموعة من الخصائص الصحية والمخبوزات ديالكم إذا استعملتوا هالطريقة هذه، واستغنيتوا عن الخميرة الكيماوية اللي كتباع في الأسواق. هنايا سمعتوا ما شاء الله القرمشه ديال الخبز، هنايا بعد ما نضج لينا راه مازال ساخن، كما خرجتو قطعتو معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. ما شاء الله كما كتلاحظوا مهوي مدلوك جيدا ورطب، هذا هو الاهم، ومنتفخ كاننا استعملنا الخميره العاديه. وايضا لا ننسى ان هذا الخبز هذا بدون دقيق مصنع وصحي 100%. كما كتلاحظوا ما شاء الله هذه هي النتيجة المحصل عليها. نتمنى الأخت اللي طلبت مني هذه الوصفة ديال الخبز بالخميرة البلدية ينجح معها أيضا في البيت ديالها، وأيضا ينجح معكم كاملين جميع متتبعي قناة صحتي في حميتي. كنتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو هذا، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله، دائما في وصفات خالية من الجلوتين. ولا تنسوا أن صحتنا في حميتنا، إلى اللقاء.